بغيت نسولك سؤال اللي كيسولوه بزاف ديال المغاربه، كيفاش نتوما كأطباء كتعيشوا هذا الوضع ديال كورونا؟ نفسيا جسديا ما غاديش نكونوا حاسين بكم حيت ماشي في بلاصتكم، ولكن نتوما هاد الوضع هذا عمركم ما عشتو وكتختبروا فيه يوميا حوايج جداد، دونك قرب من هذا الوضع. أميمة، أولا أنا عندي 30 عام ديال التجربة، واختصاص ديالي هما الأول اختصاص ديالي هما الأمراض المعدية والتعفنية، وتيمكن لي نقول لك بأن إلا جيت نعاود لك غادي نبدا نبكي أميمة، وبزاف الأطباء والممرضين يبداو يبكيو، لأن خصنا نكونوا صريحين معك ومع جميع الناس اللي تيتصنتوا في هذا البرنامج ديالك. تندخلوا كل نهار أميمة والخلعة شدانا كل نهار، وتنهضر معك من قلبي، لان حتى حنا عندنا عائلات، حتى حنا تنخافوا على نفسنا، ولكن الضمير ديالنا والرغبه باش ندابزوا ضد هذا الكورونا فيروس، كيف انتي تتساعدي في الاعلام كفي المغاربه اخرين تساعدوا كل واحد في الميدان ديالو، حنا الميدان ديالنا والدور ديالنا هما نداويو المرضى، وبعض المرات حتى انا انسان ومواطن اميمه، وحتى انا تنخاف، ولكن ضرورة المهنة وضرورة نساهم البلادي كيف انتي تتساهمي بأن نمشي بحال كنا غنمشيو لواحد الحرب وما عارفينش. طبعا غادي ندبزو وعندنا الأدوية وخصك تكوني أميمة وجميع نكونوا فخورين بلادنا، لأن البلاد ديالنا خدام الإجراءات اللازمة، واللي جميع البلدان البارح كنت في مؤتمر واحد بيبي ويبينار مع واحد الأستاذ، واحد طبيب، واحد خبير دولي اللي اعتبر، وحنا تنناقشوا علميا، اعتبر بأن المغرب مثال حسن بزاف ديال البلدان الأخرى، لأن خدا القرارات اللازمة في الوقت الملازم، وعطانا الأدوية. حنا عندنا الأدوية باش نحاولوا، طبعا ما عندناش الأدوية اللي تتعالج، ما عندناش، مازال واحد البعد الزمني، أو يمكن لي نقول لك بواحد صفة نهائية بأن الدواء حنا اللي تنستعملوا راتي شافي 100% المغاربة، ولكن حنا تبين لنا بالنتائج الأولية بأن كاين واحد تحسن في الصحة ديال الناس. كاين دابا المغاربة زعما نقصنا من الناس اللي تدخلوا الإنعاش، شفنا بأن تنقصوا من الناس، راه حنا تنداويو الناس، غير خصنا نديروا واحد التشخيص في اسرع وقت باش الناس اللي تيكونوا مشكوك فيهم او عندهم حاملين الكوفيد كنا نساعدهم. فاحسن جزاء اللي يمكن لكم تعطونا، غير حتى نتوما دعيو معنا، اللي حتى حنا كل نهار حتى حنا من حقنا، راه تفهمني يا اميمه، حتى حنا من حقنا نخافوا، حتى حنا تندخلوا المنزل ديالنا، حتى حنا تنخافوا على عائلتنا، ولكن بمساعدة ديالكم، ولا كان شفنا بأن المواطنين حتى هما مجندين مع مهني الصحة، راه مهني الصحة ماشي غير الأطباء، فالممرضين طاقم كبير، حتى واحد الدور أساسي، فمعنى طاقم كبير لهذوك الناس، حتى هما خصنا نشكرهم اللي تيديروا النطواياج، اللي حتى هما تيساعدوا تعاونونا. فكاين شي بزاف ديال الايام اللي تنكونوا فخورين، لان الناس تقولنا الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، وكاين بعض الاحيان بعد الايام فاش تنحسوا براسنا، نقول لك اميمه يدينا مكتفين، تنحاولوا تنديروا اللي علينا، وكاين شي اوقات اخرى اللي نفسيا شويه صعيب علينا، فحنا بكل تواضع تنقول لك بان احنا مجندين، ولكن بعض المرات حتى نفسانيا حنا الحاله صعيبه علينا.